اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناه الاهلي. بيشرفني وبينورني في الاستوديو ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي باليوم رئيس السابع. التحرير التنفيذي ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا عم. اخبار حضرتك ايه؟ منور يا كابتن. ده حضرتك اللي منور. العفو. يعني حضرتك من غير يعني حضرتك يعني يبقى ان حضرتك في النور الحقيقي هي الصحابة. هي قناه واسم النادي الاهلي الحقيقي. ربنا يخليك. ولو كره الكارهون طبعا يعني. طبعا لانه الكارهون كمان قله ولكاد لا يروا لا بالعين المجرده ولا حتى بالميكروسكوب يعني. ومع ذلك يبقى الاهلي كبير للاهلي شعب يحميه. طبعا الجمهوريه الحمراء هي من وضعت كل موروثنا من ما يسمى عادات وتقاليد. هم من استمروا في حاضرهم ويخططوا للمستقبل على مدار كل الأسماء التي عاصرناها في النادي الأهلي. إحنا وأجيال كتير سبقتنا الأهلي دايما له يعني السبق فيما هو تعديل مؤسسي، فيما هو جلب للاحتراف في زمن الهواية في سبعينات القرن الماضي. صح. ومن ثم لا أعتقد أن النادي الذي وضعت لبنته أصلا ليكون أول نادي للطلبة المصريين في مواجهة أندية للإنجليز ومن يعني زي الناس والشباب والأجيال بتشوفهم في الأبيض وأسود اللي هو جوني، يعني تشتري كلب جوني. وبالتالي يكفي هذا عنوان، يكفي أن أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي يشرف بوجود الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، لم يكن رئيسا ولكنه أتى، لأن هذا النادي كان في مواجهة الأندية بتاعت الإنجليز حتى يعبر الشباب المصري عن كرههم للاستعمار. لكن يبدو أن للاستعمار أوجه كثيرة بيفاجئنا أيضا الآن بطريقة أخرى، إنما هي تساوي أن للأهلي شعب يحمي. تاريخ يا أستاذ حسن حبيبي كابتن، الأهلي هو التاريخ. نحن طبعًا فقط طبعًا نحاول طبعًا يعني طبعًا مرور على صفحات التاريخ الرياضي والكروي المصري من كتاب الأحمر الأهلاوي.